أتى الدنيا لكم ما كنت في الشام تعالى عليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الشام ولما اكتملنا جميع تحت الشام أخذ بي رسول الله بالطرف في الشام وهما بين رجل السماء وقال اللهم إن هؤلاء بيتي وخاصتي وحمتي لحمه لحمي ودمه دمي يلومني ما يلومهم ويهدرني ما يهدرهم أنا هرب لمن أعرفهم وسلم لمن سالمهم ودول من عداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم فازم النور فطهرهم فتيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وقال الله عز وجل يا ملائكته سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مضيئا ولا أرجا مضيئا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصة فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت القصة فقال عز وجل فهل بيت النبوة وما جب الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال جبرائيل ربي أتاذني على عبد الأرض لا كل ما هم صادقا فقال الله نعم قد أتيت لك فبدل من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي يلالا يدرك السلام يخصك متحد بالكلام ويقول لك بعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مضيئا ولا جن مضيئا ولا قمرا مضيئا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري الا لاجلكم ومحبتكم وقدرا لي انا اللهم فاغفرني يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا امين وهي الله انه نام قد اذنت لك فتح جبرائيل معنا تحت القصا فقال النبي ان الله قد عليكم يقول انما يريد الله ويريدكم القصا اهل البيت ويطهركم كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا ذات تلك الساعة من فضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي باسن بالحق نبيا من صفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في نحن ما أفضل لذاته في جميع مصيبتنا ومحبنا إلا بنزلت لهم الرحمة وهفت لهم الملائكة فاستقرت لهم الله يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله اتخذنا وقريشيتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي باسن بالحق نبيا واستقبال بالرسالة نجيا ما ذكر قبلنا هذا في محسن ما في الرجاج وفي جميع منشيتنا ومحبنا وفهم مهموما ورفض الله وهمه بدايه فلا مغموم الا وكشف الله وهمه بدايه امين ولا طالب حاجته وكفي الله حاجته سائر امين فقال علي عليه السلام ان والله سبنا فصارنا كذلك شيئتنا فاضوا صادوا في الدنيا والاخره ورب الكعبه اللهم صل على محمد وال محمد واجل فرجهم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد الأجل فرجهم فجنا بحق اليقين يا مولانا يا صاحب الكمال الغوث 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 أدركني 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 يا رحمة العالمين وصلى الله على محمد وآل سيد الدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد الأجل فرجهم فجنا بحق اليقين